حلول شهر رمضان الكريم بحب وجه بعض النصائح للمرضى اللي بيعانوا من اضطرابات الجهاز الهضمي لحتى نخفف عوارض القولون العصبي، الانتفاخ، الامساك والارتجاع المريئي خلال فترة الصيام. اول نصيحة بحب وجه لكم اياها انه خلال الافطار ناكل على مهلنا، نعلك الاكل لحتى نساعد المعدة بعملية طحن الاكل، وما ناكل كل الاكل مع بعضه لحتى ما نعمل عملية عصر هضم، بالعكس ناكل بشكل تدريجي لحتى توسع المعدة وتاخذ حجمها الطبيعي والحموضه اللي عم تفرزها تهضم الاكل، وبالتالي نمنع الارتجاع المريئي، نمنع عصر الهضم والانتفاخ ما بعد الاكل. ثاني نصيحه بحب اوجه لكم اياها هي انه نزيد من اكل الالياف، الخضار والفواكه خلال فتره الافطار، وممكن نزيد من كميه المي اللي بنشربها بين الافطار والسحور، ولكن ما نشرب مي مع الاكل خلال فتره الافطار بشكل كبير لحتى ما نخفف الحموضه اللي عم تفرزها المعده لتهضم الاكل. النصيحة الثالثة هي انه نخفف من اكل الحلو والسكريات لانه هيدي بتتخمر وبتساهم بعملية التكاثر الجرثومي، والمريض بيصير يحس حاله ثقيل، بيصير في عنا تجشؤ، وبيصير في عنا تقل بعد الاكل. واخر نصيحة هي لمرضى الارتجاع المريئي انه ما ندخن بالليل، نخفف قدر المستطاع شرب القهوة، وناخد الادوية اللي بتخفف الحموضة. في أدوية بتتاخد قبل السحور بنص ساعة، وفي أدوية بتتاخد مع الطعام فينا ناخدها بفترة الإفطار لحتى نخفف من الارتجاع المريئي قبل النوم، ونخلي ساعة من الوقت بين آخر مرة أكلنا وبين النوم. بتمنى لكم شهر فضيل، صيام مقبول وإفطار شهي.